ولكن راكم تشوفوا الورى الصحراوي اكبر ساحلية في الجزائر. هذا هو وقته. انا او راح شوف وين راهو. استو هو يصيد. هذا هو وقت كتكون قايلة تلقاه يصيد، يحوس على الفعة تاع القرار، الفعة تاع المال العقرب، هادو كاع يقدر ياكلهم. انا هكذا راني زميتو من بعيد، هو حساس بزاف، غير يشم الحركة ولا يشوف شوية حركة يتخبى، ما عادش تشوفو. انا خرجت كبرى من طاحت في وسط بير، في وسط فواز، طلعتها صوفيتها. اليوم عندي لا شونس صورت الورل هذا في الطبيعه نتاعو على المباشر. معكم عزيز حجيزه، السلام عليكم.